نحن مغاربة أحرارا. كذلك كما يعلم جميع عن القبائل، عن أولاد هذه القبائل، هم الذين دافعوا عن في حرب الصحراء، هم الذين سقطوا بالمئات بل بالآلاف من أجل تحرير الصحراء ومن أجل الدفاع عن حوزة الوطن المملكة المغربية في جميع الدول دفاعا وباسم المملكة المغربية. لا تم السطح الفمك وتطلع وتقضوا مملكتنا ومملكتك بعد الصحراء، ما هي صحرتك ولا عندك بها علاقة. شلح جاي من ذاك الرق مغربي، ما عندك علاقة بالصحراء، الصحراء مالك منها، ذيك انا صحراوي مغربي ما هي خالقة، بيك اللي مالك صحراوي قاع تم الشلح. اهل واد نون ما هم الخريطة، لا بقى ينطلق منهم الزبل ولا بقى ينطلق منهم الجبهة ولا بقى ينطلق منهم البعر، ما هم الخريطة، ما هم فيها شلوحة بذاك الرقم قاربة، ما هم من الخريطة. ويلي التكنة شي من الصحق الشلوحة، ولا ما أعرف لهم شي يعني. أنا قد نقول الصحة لا تكون إلا من الرقيبات اللي ردهم، ولا أنا ما هم فيها، أنا ماني فيه حق بعد، أنا ماني فيه إغارتهم اللي مالك فيه، هذا المعيار اللي تقبض أقبضوا، إحنا قابضين معاك، أنا ماني فيه المعيار على الحد، ما هو بذيك الخريطة ما هو فيه. هو يقابلوا بعد، انا قابلوا يقبلوا، انت مولي ما لك فيه. السلام عليكم يا فواد نون. ليه تقول لي عن واد نون جاية للطاح؟ ليه تقول لي عن واد نون جاية له؟ جاية قبلته واد نون جاية قبلت الطاح، ما من الصحراء لا يجن حد ولا يفيسد. الرقيبات قلت لي عني ندخلهم ويبان قالهم اللي عاقبك هنا عزيز، سميتوهم بعد انتم هذا الخلق القايسين في تندوف قايسين الرقيبات، وذل تقولوا جزائريين قايسين الرقيبات، وانا فاهمها وانتم مولي مضحينها، عيتوا تقولوها واضحة وعيتوا تجولوا عنها وتمشوا من هون ومن هون كي العدل، واللي لك ما يساميهم وش من النفاق يا قير، اللي فيه الضعيف وفيه النفاق مخليه له البوفج في الدبج، اي تم لا فيه ما يقدر يعود واضح ولا يقدر يعود عنده شيء واضح، ولا يتم لا تخيم ريزو شيء ما قد مد، ما عنده له شيء، ما عنده له شيء، وما يقدر يقيس ديركت به اللي يعرف عنه مغلو، ولا يتم يجيها من هكا حد ذنبته يتم لا ذنبته حق ات دقر مكسوره ده اللي جاي يقول انا صحراوي دد 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 دد. لك انت صحراوي حاصل لك من الغطية ولا لا؟ شفنا احنا هما حاصلنا منهم هو الشعارات والسامي، كانك انت حاصل لك شي لست غلينا ولا ما حاصل لك شي؟ انت قاع انت شتمت من تكنا وباقي تعمم علينا تكنا، ما عنا تكنا، قلت لها قويل عنا ما عنا تكنا، نحن صحراوي نسكت عني هما ما عاد يدخلك عاك ذا الصيرة يا بويا، ما تحتاج قاع تستنى لك، هي عارفة راسها والبنت كبر وناس غاري. سمع اولها قاع تبسمر بيه الرقيبات، سمعت من رقيب القاف رقيب الكاف وهو ولي ادري، سمع شق لي عاد تلابس شي سكريطة عندك شق وقت انه ما هو خالي، ومن بام يا ابوي اجي العروسيين ومن بام تجوا انتم ما يتكنا من منين قاع جايين، انتم جايين من التل اصل فيك ما اصل لكم مغرب، سمع وتسوى على القبائل الصحراء وما فيه صفتك ذيك، انت دام تقاشمي ما تعرف اللف وش تعرف، كون اسكت في الدارجه عندك حد قاع ما عنده الفاظ ولا يعرف الكلام، يجي وشي ساكت في امه تقع الصحراء والمقط لا قاع سميك لها قاع معذبها ترش حقه حق قال لك. شوف يا عمري هو وصلت له بعد هو الكلام الخاسر ما يبرأ، وانا راني لك ما مشينو اللي كنت تكنا بعد يصابوه الليلة في قربتهم وفي جواويلهم والاذية وتوه الاذية اللي ما هي، الله قال يا الله عليكم انتم تردوا مع هذا المناخ، تقولوا لهم خلوا الناس يعاونونا لين فوتوا نقبوا الصحراء رانا نصوعهم، اقاع قولوا لهم انتم هما قاع يعودوا سياسيات ونخلوا الناس يقاتلوا معانا ويدفعوا معانا وينشهروا معانا، يعني نفوتوا تتحرر الصحراء وتستقل نقبل من الباب يستنبطوا الشلوحة ونردوا معانا، هذا قولوا انتم العلياتكم، قولوا شفتوا هذا وزنياقة احنا ندورهم يساعدونا يسرحونا البل والله يسرحونا القنم والله يعاونونا في الخبيط والله، انتموا على المعدلين هو انهم مدين لين نفوتوا نقبل الصحراء
نوجدوا نقبل الصحراء ونصوعهم عنا، هذا عرضوا انتم على علياتكم، عرفوا لهم ويعودوا متفتحات ومفاهمات. صحراء صحرتكم انتم، هما خلوهم لكم عون، لان تموا تقولوا لهم لا هما بشر دوروا يطرحوا ويتفطنوا اذا ويتهربوا، غير قولوا على علياتكم ونشوفوا احنا هاي هما الخالقين في ذي الحياة، ذا السو اللي معانا خلوه يساعدنا بين مع تتحرر الصحراء. من تتحرر الصحراء نقبوهم الدبابيس وانتم ونمشيهم على الفيمات اللي نردوهم القليمي. قال سابق تتحرر الصحراء شافوا انه ودف قربوا ما تواصل، ذا عقلوا انتم قوانا انسانا مطاب قوانا من الناس قاع. انا هذه اللي ترعي لك فيها جداتي ابويا القيبيه، غير هذا ما همونك. اسمع الكلام الاخرى، اسمع الكلام الثانية، قمزوا علياتكم، قمزوهم عن الناس واذيتهم، هذه راهي واحدة اخرى من شيتها لكم اللي تموكوا بها. احنا بعد علياتنا ما لا يجي منهم كلمة خاسرة القبيلة من قبائلكم انتم، يسوى عدنا منكم ويسوى عدنا مالنا منكم، يسوى صحراء يسوى مغرب ويسوى موريتان، ما لا يجي منا كلمة سيئة لكم انتم تسمعوها وتذاوا بها. احنا بشر نحسوا فينا الدم، اسمع ذيتي الاخرى. قطعا مولينا ندعي لهم الله ونبقي لهم الخير ونبقيهم يتحروا ويعملهم يتحروا ان شاء الله ويجبروا مرادهم. يا غير حد مولي ما يتم يؤذي لدمي، هذا حرام ولا هو زين ولا ما هو الطابق ولا هو معلوم في الاتحاد.